بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا أخذنا في الجزء السابق الـ Runtime Stack and Stack Operation، والعمليات اللي هي الخاصة بالستاك مانجمنت اللي هي البوش والإيه والبوب، وهنكمل بقى في بالبروسيجر. البروسيجر بالنسبة لنا مرتبطة ارتباط وثيق بالستاك. تمام. طيب، تعريف البروسيجر عندنا is a logically self-contained unit of code، عبارة عن وحدة مستقلة من الكود. بنقابلها كتير في الـ High Level Language باسم function، باسم sub-program، باسم ايه sub-routine، لكن هي في الـ assembly بتاع 8086 بتسمى عندنا ايه procedures. طبعا زي اي function بقى عندنا او sub-program بيريسيف اول او ليست اوف بارامتر، يعني ببعت له مجموعه من البارامتر، لسته من البارامترز اللي هي المعاملات اللي هي ساعات بنسميها الايه الارجومنتس. ماشي. البروسيجر دي او السب روتين ده هيعمل عمليه حسابيه او منطقيه او ايه مجرد معالجه بسيطه للداتا اللي انت هتبعتها له ديت، وبعد كده هيرجعها لك ايه هيرجعها لك على صوره ريزلت. ماشي. طبعا موضوع البروسيجرز والسبروتين والفانكشنز ده يعتبر بالنسبه لنا لاعب اساسي ومهم جدا في الموديولر ايه بروجرامنج، ان انا البرنامج بتاعي ما يبقاش قطعه واحده، لا نقسمه الى مجموعه من الايه من الاجزاء، وكل جزء اقدر اصممه واعمل له ديزاين او اعمل له ايه تنفيذ لوحده مستقل، وبعد كده اربط البرامج ديت او اربط الموديولز ديت بايه ببعضها. ده بنسميها الايه الموديولر بروجرامنج. طب يعني كمثال بقى هناخده في السي لانجوج. ماشي. عندي هنا فانكشن هستدعيها اسمها سام اوف. تمام. الفانكشن ديت التايب بتاعها انتجر، البارامترز اللي هي هتقراها او هتستقبلها من المين بروجرام اللي هي الاكس والواي والاي والزد، والتايب بتاعهم هما الثلاثه ايه انتجر. الفانكشن دي داخليا عرفت متغير داخلي اسمه تيمب، برضه التايب بتاعه انتجر، جمعت الاكس والواي والزد وحطتهم في temp، وبعد كده في امر اخر امر في الفانكشن بنحط كلمه ايه return، وبنحط معاها كلمه او اسف بنحط معاها ايه قيمه ممكن ترجعها باسم الايه الفانكشن. تمام. ده الاستراكشر بتاع الايه الفانكشن في السي لانجوج. الفانكشن ديت ممكن استدعيها جوه المين بروجرام بقى بتاعي، ان انا اخليها تحسب لي السم اوف نم 1 ونم 2 ونم ايه ونم 3. طبعا يبقى بالنسبه لي نم 1 هيبقى هو الايه الاكس، نم 2 هيبقى هو الايه الواي، نم 3 هيروح للايه للزد. فبالتالي الفانكشن دي هتجمع لي الاكس زائد الواي زائد الزد اللي هي استقبلتهم نم 1 ونم 2 ونم 3، وبعد كده الناتج الجمع دوت اللي هو في تمب هتعمل له ريتيرن. ريتيرن يعني ايه؟ يعني الفانكشن نفسها دي كده قيمتها، تمام، اللي هي ممكن اخد القيمه اللي هي هتساويها الفانكشن ديت واحطها في سم، فالقيمه ديت هي مين؟ هي الفاريبل تيمب ده اللي هو بالنسبه لي هيبقى مجموع اكس زائد واي زائد اي زائد زد. ماشي. فاحنا دول كده بنسميهم البارامتر ليست. ماشي. المعاملات بتاعتك دي التايب بتاع الفانكشن نفسها لانها هترجع هنا ايه ريزلت، والريزلت دي التايب بتاعها هيبقى ايه هيبقى انتجر. طبعا احنا عارفين لو الفانكشن دي ما بترجعش حاجه فبالتالي بنعرفها على انها ايه void function، ما فيش اي قيمه هي هترجعها. اما لو كانت غير ما هي لازم هترجع قيمه، لازم نعرف الايه الفانكشن دي بتعبر عن قيمه ايه، انتجر ولا فلوت ولا دبل ولا ايه ولا. تمام يا شباب. طيب ده بالنسبه للفانكشن. لما اجي استريها في المين بروجرام فبلاقي ان عندي هنا ايه لها بارامترز، لازم احط البارامترز دي لازم تبقى ماتشد مع الايه مع تعريف الايه الفانكشن في التايب وفي العدد طبعا. تمام. فدي الاكتشوال بارامتر ايه ليست، ودي الفورمال بارامتر ليست اللي هي بتشتغل عليها الايه الفانكشن. طيب في الاسمبلي لانجويج بقى احنا بنعمل ديفينيشن للبروسيجر بقى ازاي اللي هي الفانكشن يعني بالنسبه لنا. ماشي. فهو الاسمبلر هيدي لك اثنين دايركتيفز عشان تعرف بيهم الايه البروسيجر. الدايركتيف اللي هو اسمه بروك، ودايركتيف اسمه اند ايه اند بروك اللي هي بروسيجر واند بروسيجر. يعني يبقى بداية البروسيجر هيتعرف بإيه؟ بالبروك دايركتيف، ونهاية البروسيجر هيتعرف بالإند إيه؟ بالإند بروك. ماشي. كمثال مثلا
ادي بروك وادي اند ايه واند بروك او اند بروسيجر. تمام، طبعا كل بروسيجر هيبقى لها نيم، فاحنا هنعرف النيم هنا او نحط لها اسم هنا زي مثلا انتجر او سام اوف زي المثال اللي فات. فاحنا هنا ان جنرال هنسميه بروسيجر ايه نيم، وهنكتب كلمه بروك، وبعد كده في النهايه ممكن نحط النيم وممكن ما نحطوش، بس لازم نحط اند ايه اند بروسيجر. تمام، جوه بقى هنا هنحط بقى الايه الفانكشن نفسها دي هتعمل ايه بالظبط. تمام، طبعا البروسيجر نيم هيبقى لازم يبقى ايه اللي فوق زي الايه اللي تحت، ولو ان بعض الاسمبلرز مش محتاجه الايه النيم اللي تحت. طب هناخد اكزامبل على البروسيجر ديفينيشن، برضه فانكشن سام اوف، بس هنعملها ببساطه شويه، انها هتجمع لي ثلاثه انتجر، بس الانتجرز دول هتاخدهم من ايه؟ من ريجسترز اي اكس وبي اكس وايه؟ وسي اكس. ماشي، وهترجع لي الناتج دوت في الاي اكس. يبقى انا هكتب كده سام اوف، ده اسم الفانكشن اللي انا عايز بعد كده استخدمها او استدعيها بالاسم ده، بروسيجر، والنهايه نحط اند ايه بروسيجر. ممكن احط النيم وممكن لا، على حسب الايه نوع الاسمبلر اللي انت مستخدمه. طيب كل اللي هعمله الفانكشن دي كده هتجمع لي الاي اكس مع الايه مع البي اكس. طبعا ما عنديش، ما اقدرش اجمع الثلاثه مع بعض، فانا هجمع الاول الاي اكس مع الايه او البي اكس على الاي اكس، وبعد كده اجمع السي اكس على الايه على الاي اكس. كده ناتج الجمع اللي هو بتاع الثلاثه ما بقى موجود في الايه في الاي اكس. هنحط بس هنا كلمه ايه ريتيرن عشان ارجع للايه للمينج بروجرام. ماشي، يبقى ريتيرن انستراكشن ريتيرن كنترول تو ذا كولر، هيرجع لي للايه للمين كولر بروجرام. طيب طبعا انا عملت البروسيجر، هستدعيها ازاي؟ طبعا في الهاي ليفل لانجوج بستدعيها باسمها، هنا لا، لازم احط قبل الاسم كلمه او الامر ده اللي هو اسمه ايه كول، اللي احنا خدناه قبل كده اللي هو احد انواع الجامب ايه انستراكشنز، بس سبيشاليزد جامب. تمام، يبقى لازم استدعي بقى الفانكشن ديت بامر كول، وبكتب اسم الايه اسم الفانكشن او البروسيجر بتاعتي. تمام، ده الفورمات بتاعته. ماشي، يعني هناخد اكزامبل، مثلا لو انا عايز اعمل كول للبروسيجر اللي هي اللي اسمها سام اوف ديت. ماشي، البروسيجر ديت محتاجه بارامتر زي ما شفنا، بس البارامتر هنا هي اوريدي موجوده في الايه في الريجستر، فمش محتاج ان انا احطها مع الفانكشن، لان هتبقى ما هياش الاسمبلي بيقدر ايه يحط جوه الفانكشن او جوه الكول بتاع الفانكشن يعرف لك الايه البارامترز. لا، دي عمليه ما هياش افيلبل بالنسبه للايه للاسمبلي زي السهوله اللي موجوده فيها في الايه في الهاي ليفل لانجوج. طيب يبقى انا كده المفروض بقى قبل هنا ايه ما اعمل كول للبروسيجرز دي. ماشي، فيبقى عندي نم 1 ونم 2 ونم 3، محتاج ان انا احطهم في ريجسترز، اجهزهم الاول في ريجستر اي اكس وبي اكس وايه وسي اكس. يبقى انا كده انا فعليا عايز اجمع نم 1 ونم 2 ونم 3، هي الفانكشن بتجمع لك الاي اكس على البي اكس على الايه على السي اكس. تمام، يبقى لازم احط بقى نم 1 في الاي اكس ونم 2 في البي اكس ونم 3 في الايه في السي اكس، وبعد كده نعمل كول للايه للفانكشن اللي هي سام اوف. الناتج بتاع الجمع اللي هو السام بالنسبه لي هيبقى موجود في الاي اكس، يبقى هنرجع هنا ايه نحطه في السام variable. تمام، طبعا يبقى انا كده هنا عملت بعض الايه المجهود الاضافي عشان امرر البارامترز بتاعت الفانكشن ديت. تمام، بس انا مررتها هنا من خلال ايه الريجستر. ماشي، دي مش عشان كده بنقول ان البارامتر هنا اللي هي نم 1 ونم 2 ونم 3 باصد اتمررت الى سام اوف من خلال الايه من خلال الريجسترز. تمام، طبعا ده مش مستحب في كل الاحوال، يعني يفضل انها تبقى ايه بطرق تانية زي ما هنشوف في طرق البارامتر باسنج بعد كده. تمام، طبعا برضو نفس الحكايه، هي هيرجع لي الايه الناتج بتاعي رجع في الاي اكس، فانا رجعته وعملت له هنا ايه موف للايه موف للسم. ماشي، طبعا من زماننا كول سام اوف، يبقى ده هيستدعي البروسيدور اللي اسمها سام ايه سام اوف. طيب هنيجي بقى هنا للسؤال بقى او الفكره بتاعت البروسيجر، في استفسار هنا بقى. لما نيجي ننفذ امر ريتيرن في البروسيجر، تمام، ازاي هيرجع للادرس الصح بتاع الريتيرن ادرس؟ تمام، او ازاي هيرجع للريتيرن ادرس بطريقه ايه صحيحه؟ طيب الكلام دوت ليه؟ لان هنلاقي ان الريتيرن ادرس مش دايما هيبقى رقم ثابت. ليه؟ لان there can be multiple calls to same procedure in program، ممكن يحصل كول لسم اوف كذا مره جوه الايه البرنامج، عند سطر 5 وعند سطر 10 وعند سطر 12
طب ما هو في كل مره هتعمل كول لسام اوف اللي هو عند سطر 5، المفروض ان هو هيرجع عند ايه؟ لما اجي انفذ امر الريتيرن هيرجع عند 6. طب لو عند 10 عملت لها كول هيرجع عند ايه؟ 11. لو عند 12 يبقى هيرجع عند ايه؟ 13. تمام؟ يبقى معنى كده هيبقى البروسيجر ديت has to return differently for different calls. يبقى كل كول هيبقى الريتيرن بتاعي لادرس مختلف عن الكول الايه؟ التاني. يبقى لازم هنا اعمل ايه؟ يبقى لازم البروسيجر ديت تحفظ الريتيرن ادرس. يبقى it knows by يبقى هيحل المشكله دي ازاي؟ هيبقى يقدر يعرف الريتيرن ادرس عن طريق ان هو يحفظ الريتيرن ادرس في الستاك قبل ما يعمل عمليه الجامب للايه؟ للكولينج بروجرام. اسف الكولينج سبروتين. تمام؟ طبعا الريتيرن ادرس هنا اختصارا هكتبه ايه؟ ار اي يعني ريتيرن ادرس. تمام؟ يبقى الريتيرن ادرس ده هيبقى عباره عن ايه؟ او هو بقى فين؟ this is the address of next instruction، ده الادرس بتاع الانستراكشن التالي افتر الكول انستراكشن. يبقى انت عملت كول عند ادرس 5 يبقى النكست انستراكشن عند 6. لو عملت كول عند ادرس او الكول قابلتها عند ادرس 10 يبقى النكست انستراكشن هيبقى عند 11. هو ده الريتيرن ادرس اللي انا المفروض اسيفه. تمام كده؟ وبالتالي لما اجي اعمل ريتيرن فريم فروم سب روتين هرجع الريتيرن ادرس ده اللي انا سيفته. وطبعا اسهل طريقه للتسييف زي ما خدنا في الشابتر ده هو باستخدام الايه؟ الستاك. تمام؟ طبعا مش انا اللي هعمل كده، ده الميكانيزم اللي هيتبعه البروسيسور عشان يعمل كولينج او ريتيرن فروم كولينج، هو ان هو هيعمل بوش للريتيرن ادرس في الستاك، ولما يرجع يعمل بوب للريتيرن ادرس من الايه؟ الستاك. تمام؟ يبقى الكول انستراكشن بالنسبه لي ممكن نقول ان هو مكافئ لي ان انا اعمل بوش للريتيرن ادرس. ما هو الريتيرن ادرس بالنسبه لي هو الادرس بتاع النكست انستراكشن اللي هو موجود في الانستراكشن ايه؟ بوينتر. هعمل له بوشنج، البروسيسور هيعمل له بوشنج في الستاك. طب وبعد كده هروح بقى للسبروتين. طب انا عشان اروح للسبروتين مجرد بس ان انا اعمل امر ايه؟ او انفذ الجامب انستراكشن ده جامب واحط البروسيجر نيم او البروسيجر ايه؟ ادرس. طيب رحت وهنفذ البروسيجر قابلت بعد كده امر ريتيرن. عشان ارجع بقى يبقى لازم ارجع هنا ايه؟ ارجع الريتيرن ادرس اللي انا سيفته في الستاك ارجعه تاني لمين؟ للانستراكشن بوينت. يبقى هيعمل بوب للايه؟ للاي بي. ماشي؟ فيعني من عندنا احنا كده مجازا بنقول ان الكول انستراكشن نقدر نقول ان هو بوش اي بي وجامب للايه؟ للسم اوف او البروجرام او البروسيجر اللي انت عايز ايه؟ تنفذه. طب والريتيرن انستراكشن في الحاله ديت؟ مبدئيا كده ممكن نقول ان هو مكافئ لي بوب ايه؟ اي بي، يبقى هيرجع ريتيرن ادرس فين؟ من الايه؟ من الستاك. واحنا وضحنا الكلام دوت في الشابتر اللي فات لما كنا بنتكلم على الايه؟ على الجامب انستراكشن، وكنا من ضمن الجامب اللي هو الكول ايه؟ الكول انستراكشن، ووضحنا الريتيرن ادرس فيها والميكانيزم بتاع الجامب والايه؟ او الكول والريتيرن فروم ايه؟ سبروت. طيب تعال ناخد كده الموضوع ده كده بتفصيل برضو اكتر عشان نوضح. تمام؟ انا عندي هنا مين بروسيجرز متعرفه عندي هنا. تمام؟ اللي هي نفس البروسيجر بتاعت سام اوف. عند ادرس 1020 كان في موف اي اكس 1 ام 1، عند 1025 موف بي اكس 1 ام 2، عند 1000 او 1 او 10 2 بي موف سي اكس 1 ام 3. دي قيم الاي بي الانستراكشن بوينتر اللي هو العنوان بتاع الانستراكشن. تمام؟ بعد كده عملت كول لسام اوف ده كان عند 1031. بعد كده لما رجع من سام اوف عايز تحط القيمه بتاعت الاي اكس اللي هي المجموع في الفاريبل اللي هو اسمه ايه؟ سام. الكلام ده عند 1000 كام؟ 36. احنا هندرس بس عند الايه؟ عند الكولينج ده بالظبط. ماشي؟ ده الاسمبلي وده الادرس. طيب المين ده المين بروجرام وفي امر كول اهو، ده السب بروجرام. تمام؟ عند 1081 انت جمعت البي اكس على الاي اكس، عند 1083 جمعت السي اكس على الاي اكس، يبقى انت جمعت كده الايه؟ السي اكس على البي اكس على الايه؟ على الاي اكس. عند 1085 عملت ايه؟ ريتيرن، نهيت الايه؟ السب روتين بتاعك. طيب تعالى كده هنفترض بقى ايه؟ هنبص على الستاك وايه اللي هيتحط فيه. الستاك بوينتر كان بيشاور عند ادرس اف اف سي 4 نفترض. تمام؟ والقيمة اللي كانت فيه 5 وايه؟ و40. تمام؟ يبقى ده القيمة بتاعت الستاك بوينتر اف اف سي ايه؟ 4. الانستراكشن بوينتر دلوقتي واقف عند 1031، يعني بينفذ او هيعمل تنفيذ لامر الايه؟ الكول سام اوف. تمام؟ طيب احنا بعد ما طبعا اي انستراكشن بيمر على مرحلتين، مرحلة الفيتش الاول
يعني هناخد الانستراكشن ده هننقله من الميموري ونحطه في الانستراكشن بوينتر في البروسيسور وبعد كده ننفذه. طبعا بعد ما بسحب الانستراكشن ده الى السي بي يو اوتوماتيك الاي بي بيحصل له ابديت بقيمه الادرس بتاع النكست ايه انستراكشن، بيبقى دي مرحله الفيتش. عملت فيتش الاول فالاي بي حصل له ابديت، هنا بقى بيشاور على الانستراكشن رقم كام 1006 وايه و30. طب هل هينفذ الانستراكشن ده؟ لا، ده هو الاول هينفذ الايه الكود اللي هو سحبه في الانستراكشن بوينتر دلوقتي. طب تنفيذ امر كول زي ما قلنا هيعمل ايه؟ هيعمل بوش لقيمه الاي بي اللي هي بالنسبه لي تعتبر ريتيرن ادرس اللي هي 1006 وايه و30. طبعا عشان اعمل بوش في الستاك يبقى لازم الاول ايه انقص الستاك بوينتر بكام، ب2، يبقى الاف اف سي 2، يبقى يحصل ابديت للايه الستاك بوينتر هيبقى اف اف سي ايه 2، وبعد كده هنعمل بوش لقيمه الاي بي اللي هي 1036 نحطها فين في الستاك. دي اول خطوه من تنفيذ امر كول. طب الخطوه الثانيه هنعمل جامب بقى لسام اوف. جامب لسام اوف يعني معنى كده الجامب على طول هيغير لي قيمه الانستراكشن بوينتر، بدل ما فيها 1036 هيحط فيها 1001 وايه و80 عشان يروح للايه للسب ايه بروسيجر. يبقى معنى كده هيحصل هنا الجامب بقى، يبقى هنعمل ابديت لده الاي بي الى 1001 وايه و8. تمام، بس طبعا قبل ما اعمل له ابديت سجلت القيمه بتاعته في الاستاك عشان اعرف البروسيسور يعرف يرجع لو ما يجي يقابل امر ايه ريتيرن يعرف يرجع فين. تمام، بعد كده هننفذ بقى الاوامر بقى اللي هي عند 1081 والامر اللي بعد كده اللي هو عند 1083 وبعد كده الامر اللي بعد كده اللي هو امر ايه الريتيرن اللي هو عند 1005 وايه و80. امر الريتيرن كل اللي هيعمله ان هو يعمل بوب من الستاك القيمه اللي هو واقف عندها في الستاك اللي هي اخر قيمه سجلناها اللي هي بتاعت الايه بدايه الانستراكشن بوينتر اللي كان بيعبر لي عند الريتيرن ادرس اللي هو 1036 نرجعها للاي بي، يبقى اوتوماتيك كده هتنقل بامر الريتيرن الى الادرس 1036 نكمل مع بعد النكست ايه انستراكشن اللي بعد الكول على طول. طب لو الكول دي كانت عند 2050 والانستراكشن اللي بعديها كان عند 2053 يبقى اكيد كنت هعمل بوش ل 2053 وكل ما اجي اعمل ريتيرن هرجع عند الكول اللي هي كانت عند 2050 والانستراكشن اللي بعديها اللي هو 2053. تمام، يبقى بالميكانيزم ده وبالطريقه ديت سهل جدا ان احنا نعمل هنا عمليه كول وريتيرن فروم ايه سب روتين. طبعا مش سهل علينا احنا زي ما قلنا، ده سهل على البروسيسور. تمام، يبقى ده هيحصل هنا ايه بوب للايه للقيمه اللي موجوده في الاستاك احطها في الاي بي وهي دي اللي هيعمل لها ايه هيعمل بيها ريتيرن، يعني هيرجع تاني للانستراكشن موف سام وايه واي اكس. وطبعا كده الاستاك عشان اعبر عن ان انا كده خدت منه ايه سحبت منه وورد يبقى لازم ارجع الاستاك تاني الايه احركه لفوق، يعني معنى كده ازوده بكام ب2، يبقى قيمه الاستاك ترجع تزيد تاني ب2 تبقى اف اف سي اي 4. هو ده الميكانيزم بتاع الكول والريتيرن فروم كول اللي بيعمله الايه البروسيسور عشان يقدر يعمل بطريقه سهله عمليه الايه الكولينج. وحتى لو كان الكول دوت متكرر اكتر من مره في البرنامج او كان الكول بتاع السب روتين دوت جواه كول سب روتين تاني جواه كول سب روتين تالت وهكذا، دي اللي احنا بنسميها نستد كولز، زي بالظبط زي النستد ايه النستد لوبس. تمام، فالستاك مانجمنت والخاصيه بتاعته اللي هو اللاست ان فيرست ايه فيرست اوت ديت مفيده جدا في المانجمنت بتاع الايه النستد لوبس والنستد ايه كولز والكولز بصفه عامه. تمام، يبقى كده رجع للانستراكشن هو موف سام واي واي اكس. تمام، طبعا ما ننساش ان دايما الابديت بيبقى عباره عن ديسبليسمنت، ما احنا هنا بنكتبها هو ادرس لكن في الاخر بتبقى عباره عن ايه عن ديسبليسمنت. في بقى هنا نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا اللي هي بنتكلم عليها اللي هي ما تحاولش او اوعى تلخبط الاستاك. تمام، زي ما شفنا كده الاستاك انا بحط فيه ايتم وبرجع اسحب منه ايتم، حطيت فيه 3 ايتم يبقى لازم بعد شوية هسحب منه 3 ايه الثلاثة ايتمز دول. تمام، ما ينفعش بقى ان انا اعمل بوش على الفاضي وخلاص في الاستاك، خاصة انه في جوه سب روتين لانه هيلخبط لي الستاك مانجمنت والبروسيجر كور. تمام، يعني
يعني اهم خطوره عندنا ان انت ايه جاست بيفور ريتيرنينج فروم بروسيجر، يعني قبل امر الريتير تمام، تاكد ان الستاك بوينتر بيشاور على الريتيرن ايه الريتيرن ادرس، والا هيعمل بوب لما تيجي تنفذ ريتيرن، هيعمل بوب من الستاك لحاجه ما هياش الريتيرن ادرس، ما هياش الامر اللي هيرجع فيه ابعد الكول، فبالتالي هيروح من منطقه ثانيه في الايه في الكود، او ممكن تبقى في الداتا الله اعلم، وبالتالي يحصل هنا بقى ايه البرنامج يحصل له فريزنج او هانج. ماشي، كمثال مثلا عندي هنا ان انت مثلا واحد يقوم عامل بوش للاي اكس في الستاك قبل ما يعمل ريتيرن، ماشي، ففي الحاله ديت الستاك بوينتر مش هيبقى بيشاور على الريتيرن ايه على الريتيرن ادس. ماشي، الفكره دي لازم تبقى انت ايه في دماغك، ولازم تبقى حريص جدا، والا هيحصل باج في البرنامج ايه بتاعك. يعني كمثال اهوت، انت جيت هنا عند البروسيجر ديت، انا افترض ان ديت ديمو بروسيجر مثلا، تمام، بتجرب البروسيجر، او حتى اذا كان في اوامر ابعد قبلها، فانت جيت هنا عملت امر ريتير، وقبلها كتبت بوش اي اكس، طب ما انت كده المفروض الريتيرن ده لما يجي يتنفذ هيعمل بوب من الستاك، من هيبوب للريتيرن ادرس من الستاك، طب ما انت كده عملت بوش للاي اكس، يبقى معنى كده لما اجي اعمل هنا ريتيرن هيعمل بوب للاي اكس على انها هي الريتيرن ادرس، وبالتالي كده هيروح في مكان ايه مكان تاني خالص، تمام. فبالتالي هنا ايه حذر من ان انت تعمل هنا عمليات ايه او المانجمنت بتاع الستاك بتاعك، تحافظ عليه ان هو دايما تمام، اي عمليات بوش عملتها جوه السب روتين لازم يكون يناظرها ايه بوب قبل ما تعمل ريتيرن من الايه من السب روتين. ماشي، طبعا ده هنا كده الستاك بتاعي، ده اليوزد ودي الفري اريا زي ما قلنا، وده الهاي ادرس. ماشي، لما تيجي تعمل كول لميس اب هيقوم هو مسجل الايه الريتيرن ادرس. جيت انت هنا في في الميس اب اللي هو السب روتين دوت، عملت بوش للاي اكس، طبعا احنا سميناها ميس اب على اعتبار ان هو ايه انت كده ده السب روتين دوت فيه عيب، تمام، هيعمل بوش للاي اكس، فيبقى بالتالي هيحفظ بعد كده الايه الاي اكس، لما يجي يعمل ريتيرن هيعمل ريتيرن منين؟ هيعمل بوب للاي اكس على انها هي الاي بي، وطبعا ده كده ايه ده كده خاطئ، لان كده انا هروح لحته ثانيه، يبقى لازم اتاكد ان الستاك بوينتر عندي بيشاور على الريتيرن ادرس قبل الايه عمليه الريتيرن، وعشان اعمل الكلام دوت يبقى جوه السب روتين لو انت عملت بوشز للريجستر في الاول تمام، يبقى لازم تعمل بوب قبل ما تعمل عمليه ايه الريتين بالظبط كده، زي ما لو انت سيفت حاجات في الستاك يعني مليت الستاك لازم تفضيه تاني قبل ما تعمل عمليه الريتيرن، عشان يبقى الستاك بوينتر يشاور وانت بتنفذ امر الريتيرن فعلا على الريتيرن ايه ادرس. خلاص، يبقى وير تو ريتيرن هيرجع فين؟ اي اكس فاليو از نوت ذا ريتيرن ادرس، اي اكس اللي هيسحبها ديت ما هياش الايه الريتيرن ادرس. طيب بنوضح برضو هنا ايه ان فكره البوشنج بتاع الريتيرن ادرس في الستاك ده اوتوماتيك تمام، هيديني ادفانتج او هيسهل لي عمليه الايه النستد سب روتين كول. يعني هنا ده المين بروجرام عمل كول لسب 1، سب 1 عمل كول لسب 2، سب 2 عمل كول لسب 3، ده كتير بنقابلها في البرمجه تمام. هتبص تلاقي كده الميكانيزم اخر ريتيرن هنا لما تيجي تعمله، تعالى بس نمشي الاول كده، لما انت تعمل لكل سب 1 يبقى الريتيرن ادرس بتاع سب 1 هيتسجل في الستاك، بعد كده جيت هنا عملت كل سب 2 يبقى الريتيرن ادرس هيسجل بعديه بتاع سب 2، وبعد كده لما تيجي تعمل كل سب 3 يبقى الريتيرن ادرس بتاع سب 3 هيسجل بعد كده في الستاك، يبقى اخر حاجه سجلتها في الستاك هي الريتيرن ادرس بتاع سب ايه 3. لما تيجي تقابل الريتيرن ادرس اللي موجود في البروسيجر بتاع سب 3 هيعمل بوب للريتيرن ادرس او بوب من الستاك، هيلاقيها الريتيرن ادرس بتاع سب 3 اللي هو هيرجع فين؟ هيرجع هنا. لما يقابل الريتيرن اللي هنا يعني طبعا انا كده عملت بوب لديت، فبالتالي لما اجي هنا اقابل الريتيرن بتاعت الايه اللي موجوده جوه سب 2 هيعمل هنا ايه بوب للريتيرن ادرس بتاع سب 2، يبقى هيرجع للايه للريتيرن دي، وهكذا يرجع للايه للي قبلها في سب ايه في سب 1. فبرضه بنقول ان الخاصيه بتاعت اللاست ان فيرست اوت اللي هي خاصيه الستاك مفيده جدا في النستد ايه زي ما قلنا لوبس، وفي النستد برضه ايه سب روتينز. طيب هنيجي بقى الموضوع مهم عندنا اللي هو البارامتر ايه باسنج، لان مفيش فانكشن عندي يعني او معظم الفانكشن اللي بنشتغل عليها بتحتاج ان انت تبعت لها الايه البارامتر، زي بالظبط كده اللي انا عايز ابعت لها نام 1 ونام 2 ونام 3 عشان تجمعهم تمام، فلازم احطها ايه بطريقه همرر لها الداتا دي ازاي تمام.
يبقى البارامتر باسنج بقى ان اسمبلي لانجوج، لانها بالاسمبلي لانجوج احنا فيها تفاصيل شويه، مش زي الايه، مش زي الهاي ليفل لانجوج انت بتحط البارامترز وخلاص الكومبايلر هو اللي بيمانج الموضوع ده. لا، انت هنا منك للايه، للبروسيسور على طول. فبالتالي لازم تعرف الادوات اللي انت بتستخدمها انها امكانياتها ايه عشان تقدر توظفها بطريقه ايه صحيحه، تمام. ففي الاسمبلي في عندنا اكتر من طريقه عشان اعمل عمليه بارامتر ايه، باسنج، ماشي كده. طبعا الطرق دي هتبقى بالنسبه لك صعبه طبعا شويه عن من الطرق اللي انت بتستخدمها في الهاي ليفل لانجوج. لما تيجي بتبرمج البارامتر بتكتب الايه، بتكتب البارامتر على طول جوه التعريف بتاع الفانكشن، مفيش مشكله عندك، او تمرر البارامتر لو هي اريه على انها بوينتر، تمام. فالعمليه سهله قوي عندك في الهاي ليفل لانجوج، لكن بالنسبه للايه، للاسمبلي، فالموضوع هنا هيبقى ايه، كومبليكيتد شويه، ماشي. طيب احنا عندنا تو تايبس اوف ستورج اريا، المفروض ان احنا عندنا ايه، وسائل التخزين عندنا في الاسمبلي او في البروسيسور عندنا هم حاجتين، يا اما ريجستر يا اما ميموري، ماشي. ففي الحاله ديت انا ممكن امرر البارامترز بتاعتي من خلال الريجستر، اللي هي الجنرال بيربز ايه، ريجستر، دي بنسميها الريجستر ايه، ميثود. الطريقه الثانيه اللي هي انا امررها من خلال الميموري، تمام، او ابعتها لي السبروتينز دي من خلال الميموري، وانسب طريقه للايه، لان انا امررها من خلال الميموري، لان انا بستخدم الايه، الستاك، عشان كده هنسميها الستاك ايه، الستاك ميثود. طيب الريجستر ميثود يعتبر احنا ايه، خدنا فكره عنها في المثال اللي قبل كده. يبقى كل اللي هعمله ان انا هحط البارامتر في الجنرال بيربوس ايه، ريجستر، وبعد كده في البروسيجر كول لما اجي اعملها، تمام، يعني قبل ما اعمل عمليه استدعاء للبروسيجر زي ما احنا عملنا كده، كنا موف اي اكس 1 ام 1 وموف بي اكس 1 ام 2 وموف سي اكس 1 ام ايه 3، وبعد كده ايه بعمل كول للبروسيجر اللي هي كانت هتجمع لي الثلاثه ايه على بعض. طبعا الطريقه دي سيمبل، ماشي، بسيطه، بط is suitable only with small number of parameter. هتبقى مناسبه لو عدد البارامترز بتاعتك صغير او احجامها صغيره، مش هتحتاج عدد من ريجسترز كتير. يعني ايه؟ there is little ايه، لان احنا ما عنديش ريجسترز كتيره في الايه، في ال 8086 البروسيسور ما عندوش عدد ريجسترز كتيره. يعني لو افترضت ان انا عايز امرر 16، او يعني محتاج 16 وورد في البارامترز اللي انا عايز امررهم، ما عنديش 16 ريجستر اللي هم الجنرال بيربز، تمام. لكن لو همرر 3 2 5، ماشي ماشي، ما فيش مشكله، ممكن تتعامل مع الايه، الريجسترز. طبعا الاكزامبل اللي عندنا اللي هو خدناه اللي هو كان بيجمع الايه، بس احنا هناخده هنا اكزامبل تاني ابسط شويه، هيجمع نام 1 على نام ايه 2. هنعمل هنا موف للاي اكس ونام 1 وهحط نام 2 في البي اكس، وبعد كده كول سام، والناتج اللي هو ناتج المجموع بتاعي اللي هو موجود في الاي اكس هحطه في ايه، في سم. البروسيجر نفسها هي تاد اي اكس وبي اكس وريترن، خلاص. يبقى البارامتر هنا اللي هي نام 1 ونام 2 مررتهم من خلال الايه، الريجستر. وخلي بالك برضو ان الناتج الجمع نفسه اللي هو السم انا مررته من خلال ايه، ريجستر اللي هو الاي اكس، بس عشان كده هنا جينا خدناه تاني وحطيناه في ايه، في سم. طيب الطريقة الثانية، وهي الطريقة المستخدمة أكتر خاصة في الكومبايلرز بتاعت الهاي ليفل إيه؟ لانجوج. لأن الكومبايلر بتاعت الهاي ليفل لانجوج وعايز بقى يتعامل بحرية أكتر، ما يبقاش مقيد بعدد الريجسترز، فالطريقة اللي أنسب بالنسبة له هي استخدام الستيك. في الطريقة ديت بقى المتبع فيها دايما إن هو هيستخدم الإيه؟ البيز بوينتر ريجستر، ماشي، هستخدمه عشان اقرا بي داتا من الستاك وزود بوبينج من غير ما استخدم امر بوب، لان انا مش عايز اغير قيمه الايه، الستاك بوينتر. زي ما قلنا احنا مش عايزين نلعب في الستاك بوينتر، عشان لما اجي انفذ امر ريتيرن ما يحصلش ان هو يعمل ريتيرن على او يسترجع من الستاك حاجه ما هياش الريتيرن ادرس بتاعك، تمام. فعشان كده هو هيستبدل عمليه الفيتش من الستاك، الريدنج من الستاك، مش من خلال امر بوب ولو انه سهل، لا هيخليها من خلال الايه، البيز بوينتر. بس البيز بوينتر هنا بقى ايه، هستخدم بيه الاندايركت ايه، ادريسنج، اقرا بيه الداتا من الستاك. ما هو الفكره كلها ان انا احط لك البارامتر في الستاك، انت هتاكسسها ازاي في السبروتين، ماشي، مش هتاكسسها بامر بوب بقى،
ماشي، لا هنأكسسها من خلال اندايركت ادريسنج واستخدام ريجستر تاني اللي هو البيز ايه بوينتر. طب اشمعنى البيز بوينتر؟ لان احنا قلنا ان كل في اسوشيشن بين كل ريجستر عندك والسيجمنت ريجستر، فالستاك بوينتر اسوشيتد مع السيجمنت ريجستر اللي هو الستاك سيجمنت، البيز بوينتر برضه اسوشيتد مع الستاك ايه سيجمنت، تمام. لكن لو جيت استخدمت البي اكس هتبقى مع الداتا سيجمنت، ما هياش الستاك سيجمنت، فهيجيب من منطقه تانية خالص. فيبقى اقرب واحد للستاك بوينتر في الاستخدام عندي هو الايه البيز بوينتر. طيب هنبص كده على المثال، نفس المثال السابق بس احنا هنا هنعمله على اساس الايه، ان احنا هنمرر البارامترز بتاعت اللي هي نام 1 ونام 2 في الستاك، تمام. طيب هو بقى في المين بروسيجر عندك هنا عمل بوش لنام 1 بوش لنام 2، يبقى هو سجلهم فين؟ في الستاك. وبعد كده عمل كول لصم، راح لصم، تمام كده. ايه بقى اللي هيحصل جوه صم هنا؟ هنشوف. خلاص طيب هنفترض دلوقتي بقى ان الستاك بوينتر بتاعي كان بيشاور على لوكيشن اف 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 اي، تمام، والقيمه المسجله اخر قيمه مسجله عندي كانت كام؟ 45، تمام. ودي الريجستر اي اكس في البدايه كان فاضي اللي هو المفروض هيبقى فيه الناتج بتاعي. طيب اول حاجه هتعمل هنا بوش لنم 1، يبقى هسجل اول بارامتر في الاستاك، يبقى هيتحط في الاستاك يا سيدي مفيش مشكله، ويتسجل عندك الايه هنا هيتسجل نام 1. طبعا انا هنفوت بقى موضوع ان احنا بيحصل ابديت للاستاك بينقص بايه؟ باثنين على طول، كان اف 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 اي بقى اف 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 اي سي. طيب بعد كده عملت بوش لايه؟ لنام 2 بنفس الطريقه، هيحصل ايه؟ سيفنج لنام 2. بعد كده هتعمل كول سم، قلنا الكول لازم اعمل بوشنج الاول للريتيرن ادرس، يبقى هنعمل بوش للايه؟ للريتيرن ادرس، تمام كده. وبعد كده نروح لمين؟ نروح لصم، تمام كده. طيب هنا بقى في صم هنا اول حاجه هعملها ماشي في ريجستر هستخدمه اللي هو البيز بوينت. طب ما يمكن المين بروجرام عندك كان محتاج او مسجل قيمه في البيز بوينتر وهيعمل عليها بروسيسنج بعد الكول، تمام. فانت لما تغيرها له هنا وترجع من السب روتين فالقيمه بتاعت البيز بوينتر اتغيرت، فممكن تاثر لك على الايه الاوبريشن بتاعت المين. فمن ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها دايما في السب روتين، اي ريجستر هتستخدمه جوه الايه جوه السب روتين قبل ما تستخدمه اعمل له ايه سيفنج، وطبعا اسهل طريقه سيفنج عندي في الاستاك، تمام. بعد ما خلصت استخدامك ليه اعمل له هنا ايه ريستور، رجعه تاني عن طريق الايه البوب. فاحنا هنا الريجستر الوحيد اللي احنا مستخدمينه هنا هو البي بي، مستخدمينه يعني عدلنا القيمه بتاعته. طب ما ريجستر اي اكس عدلنا القيمه بتاعته برضه، بس ريجستر اي اكس بالنسبه لك يعتبر هو الايه اللي فيه الريزلت، انت قاصد ايه انك تغير كده. يبقى اول حاجه هنعمل بوش للبي بي عشان احفظ القيمه بتاعته، يبقى هيتحط فين؟ هيتحط في الاستاك. يبقى دي اول واحده في السبروتين عندنا، ان احنا هنعمل بوش للايه لقيمه البيز بوينتر اللي هي القديمه اللي هي جايه من المين. طيب بعد كده انا هبتدي اقرا نام 1 ونام 2 من الاستاك باستخدام او بواسطه الايه البيز بوينتر. يبقى في الحاله ديت لازم هنا ايه اللي بيشاور على منطقه الاستاك عندك هو الاستاك بوينتر، يبقى لازم اي اخد نسخه من الاستاك بوينتر انقلها للايه للبيز بوينتر، تمام. يبقى كده بقى البيز بوينتر بالنسبه لي بقى بيشاور على نفس الايه اللي بيشاور عليه الاستاك بوينتر، على ايه؟ على الاولد بي بي، تمام. طيب ده انا عايز بالنسبه لي عايز نام 2 ماشي، نام 2 هنا عشان اجيبه بالنسبه لي ريلاتيف للبي بي هيبقى على بعد قد ايه؟ تمام. لو حسبت كده هتلاقيه على بعد ادي وورد وادي وورد كمان، وكل وورد منهم بتاخد 2 بايتس، يبقى هو على بعد 4 اي بايتس. موجب ولا سالب؟ لا احنا قلنا الاتجاه ده في السالب، الاتجاه ده في الموجب، ده اللو ميموري وده الهاي ميموري، يبقى هزود كام؟ 4. او بص عليها هنا كده اف 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 اي وهنا اف 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 6، الفرق بينهم هيبقى كام؟ 4. يبقى عشان اوصل لنام 2 محتاج ان انا اجمع على الادرس اللي موجود في البي بي اجمع عليه كام؟ 4. يبقى كده وصلت لنام 2 خلاص بطريقه الاندايركت موف اي اكس واندايركت اهيت بي بي بلس كام؟ 4. هتتحط فين؟ في الاي اكس. يبقى انا جبت كده نام هجمع عليها نام ايه؟ نام 1. طب نام 1 على بعد قد ايه؟ ده نام 1 بالنسبه لي هنا. طبعا دي كده موف قيمه الاي اكس خلاص، يبقى حطيت فيها ايه؟ نام 2. طب نام 2 هنا جبته خلاص، نام 1 بقى على بعد قد ايه؟
ها على بعد هنا لو حسبتها تبقى بلس 6، يعني على بعد 2 من الايه، من النم 2، يبقى على بعد 2 لفوق، يبقى بالتالي هتبقى ايه، هزود كمان 2 تبقى بي بي بلس ايه، بلس 6. هناخد بقى نم 1 نجمعها على ايه، على نم 2. طب نم 1 الادرس بتاعه هيبقى كام؟ بي 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 بلس 6، يبقى هستخدم هنا اد اي اكس و بي بي ان دايركت بلس ايه، بلس 6. تمام، يبقى في الحاله ديت لما اجي انفذ الانستراكشن ده هيجمع لي هنا نم 1 على نم 2 ويتحطوا فين؟ في الاي اكس. تمام، طيب دلوقتي بقى احنا عايزين بقى ايه، نرجع بقى، خلاص خلصنا كده، يبقى الاي اكس بقى فيه نم 1 زائد ايه، زائد نم 2. ماشي، طيب عايزين نرجع بقى للايه، للريتيرن. اول حاجه انت عملت بوش للبي بي، اعمل لها بوب تاني بقى خلاص، لان انت ايه، لو انا عملت هنا ريتيرن على الوضع ده كده، فالستاك بوينتر ها هيشاور على ايه، على الاولد بي بي. هو هل هو ده الريتيرن ادرس؟ لا مش ريتيرن ادرس، فما ينفعش، يبقى لازم اعمل هنا لها ايه، بوب. وهي اوتوماتيك زي ما قلنا، اي سيفنج للريجسترز في بدايه السب روتين عملت بوش ليها، لازم تعمل لها ايه، بوب في نهايه السب روتين. يبقى هنعمل امر بوب دوت، هنبتدي ايه، ننفذه. لما نيجي ننفذ امر بوب، يبقى انا كده ايه، رجعت قيمه البي بي للقيمه القديمه بتاعت المين بروجرام، والستاك بوينتر اهوت رجع بقى بيشاور على مين، على الريتيرن ادرس. طب يبقى لما اجي انفذ امر الريتيرن كده هيتنفذ صح؟ هيتنفذ صح. تمام، ليه؟ لان هيبقى الريتيرن ادرس ده اللي هو الادرس بتاع النكست انستراكشن اللي بعد الكول متسجل، والستاك بوينتر فعلا بيشاور دلوقتي عليه. يبقى لو انفذت امر الريتيرن فعلا هرجع للايه، للموف سام وايه، واي اكس. تمام، امال ايه الاربعه دي بقى؟ دي بقى اللي احنا كنا بنقول عليها بقى، ان انت كده الستاك دلوقتي انت استلمته في البدايه اهو، قبل ما تعمل امر الكول او قبل عمليات البوشنج اللي انت عملتها هنا، انت استلمت الستاك كان بيشاور فين؟ بيشاور على اف 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 اي، انت حطيت فيه نام 1 وبعد كده حطيت فيه نام 2، وبعد كده هو الكولينج عمل ايه، بوشنج للايه، ريتيرن ادرس، وبعد كده عملت انت بوش للايه، للبي بي، وبعد كده عملت لها بوب تاني ورجعت تاني هنا، وهتعمل ريتيرن، يبقى هيرجع لفين؟ تمام، لما اجي اعمل ريتيرن كده يبقى هيرجع لايه، الستاك بوينتر، هيرجع الريتيرن ادرس ده يحطه في الانستراكشن بوينتر، وهيقف عند ايه، عند نام 2. تمام، طب هل انا كده نام 1 ونام 2 اللي هما الاثنين دول اللي بقوا زياده في الستاك محتاجهم؟ لا مش محتاجهم. تمام، طب ما انا محتاج كده ان انا ارجع الستاك لوضعه الاصلي. طب خلاص ما تعمل بوب لنام 1 وبوب لنام ايه، نام 2. قال لك طب ما هو ليه نعمل كده، هو قال لك ممكن نخلي البروسيسور نفسه ماشي يفضي الستاك من غير ما اعمل بوب. ماشي، عايزين نفضي القيم دي، يعني عايزين الستاك بوينتر يشاور على ان الستاك يرجع للقيمه الانيشيال بتاعته اللي هو عند 45 او عند ادرس اف 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 اي. تمام، يبقى في الحاله ديت هو ايه، ممكن في امر الريتيرن تحط قيمه، القيمه دي هتنضاف على الستاك بوينتر بعد ما يعمل عمليه الايه، او بعد ما يعمل ايه، ابديت للستاك للانستراكشن بوينتر، ويرجع للموف سام واي اكس، هيزود الستاك بوينتر من غير بقى ما نعمل بوب لنم 1 وبوب لايه، لنم 2. فبالتالي اوتوماتيك هنزود على الستاك بوينتر دوت كده ايه، اربعه، اسف هنقص منه اربعه، وبالتالي هيرجع للايه، للاف اف اف اي، اسف هيجمع عليه اربعه وهيجمع تاني، يرجع تاني للاف اف اي. تمام، طيب نحط بقى الاطار ده هنا في صوره عامه بقى، لو احنا بالنسبه لنا مثلا عندي متغيرين بس، صح كده، كل واحد منهم ايه، وورد، عملت لهم بوشنج في الستاك بالطريقه ديت، لما اجي اعمل ريتيرن عملنا ريتيرن بكام؟ ريتيرن باربعه. اربعه ديت ايه علاقتها بعدد المتغيرات اللي انت عملت لها باسنج؟ عدد المتغيرات هم اتنين، تمام، بس كل واحد بياخد ايه، تو وورد، تو بايتس، يبقى اتنين في اتنين تبقى كام؟ اربعه. طيب لو افترضنا ان عدد المتغيرات عندي هنا خمسه، عملت بوش نم 1 ونم 2 ونم 3 ونم 4 ونم 5، طيب في الحاله ديت بنفس الطريقه ديت، يبقى هعمل هنا ريتيرن، ونقول بقى دي الرقم ده يبقى 2 في كام؟ 2 في 5 اللي هو عدد المتغيرات اللي انت عملت لها باسنج، 2 في 5 يبقى هنا ريتيرن لكام؟ ب 10. خلاص، طبعا هي دي الطريقه الايه، السهله في او المستخدمه بالنسبه للهاي ليفل كومبايلر، تمام، عشان يقدر يعمل باسنج للبارامتر من البين بروجرام الى الايه، الى السبروتين. ماشي، بس طبعا ده لازم دعم من البروسيسور، يكون عنده انستراكشن اللي هو ايه، امر ريتيرن بس فيه هنا رقم هيزوده عشان يفضل الستاك ايه، يزوده على الستاك بوينتر عشان يقدر يفضل الستاك ويرجعه لحالته الايه، حالته القديمه.
تمام. طبعا احنا ممكن لو كتبنا ريتيرن من غير ما نحط اربعه هيرجع عادي اه الموف اي اكس هو صم، بس هيبقى وضع البروسيسور عندك ان الستاك واقف عند نام اي 2، اكن الستاك فيه ايه؟ فيه داتا واستخدمت اصلا. يبقى انا عايز ارجع بقى عشان الستاك بتاعي زي ما قلنا يبقى دايما وضعه ايه، كل بوش عملته لازم تعمل له بوب. طبعا كان ممكن هنا اقوم حاطط اعمل ريتيرن من غير ما احط الاربعه واجي هنا اعمل بوب بقى على الفاضي، ماشي، يعني بوب نام 1 وبوب نام 2 على الفاضي وخلاص، تمام. بس عشان يسهل عليك شويه عبء البرمجه وانك تعمل بوش لنام 1 وبوش لنام 2 بعد كده تقوم عامل هنا بوب لنام 1 وبوب لنام 2، هتلاقي نفسك بتعمل بوب ما لهمش معنى. يعني ايه معناهم؟ تفسيرهم حتى عشان تيجي تترجمها هتبقى ايه؟ صعبه. لكن لما تيجي تقول هنا ريتيرن لاربعه اه معناها ان انا بعمل ريتيرن وبفضل ايه؟ الستاك من البارامترز اللي حصل لها ايه؟ بوشنج في الستاك. هي دي فكره ريتيرن ايه؟ ريتيرن فوق. طيب بالنسبة لنا برضو هنا، طب ما انت كده في بارامتر باسنج من المين بروجرام للسبروتين، طب ما في بارامتر برضو هترجع من السبروتين للمين بروجرام اللي هو المفروض الصم. احنا ما عملنالوش هنا امبلمنتيشن، احنا خليناه بطريقة الريجستر، يعني المجموع حطيناه في الاي اكس وبعد كده ايه الاي اكس انا هنا جمعته على الايه او حطيته فيه الصم، تمام. لا ممكن برضو اخلي الناتج بتاع الجمع بتاعي هنا ما يرجعش في ريجستر، لا ممكن يرجع برضو من خلال الايه الستاك، تمام. وفي الحاله ديت بس طبعا هي هتبقى عمليه ايه يعني محتاجه بس يعني ايه تركيز اكتر شويه، وعشان كده احنا قلنا مش عايزين نصعب عليكم في الجزئيه دي، بس هي امبلمنتد في 8086 ان انت ممكن كمان ترجع الايه الناتج بتاعك في الستاك، وبالتالي البروسيجر ديت مش هتعمل بقى موف لسام وايه واي اكس، تمام كده، لا ده هو هيتعمل هنا ايه بوب من الستاك للداتا اللي اتسجلت فيه عشان تحطها في الايه في الصم، تمام. وطبعا لا حسبة بقى عشان اعرف الايه الريتيرن ده عشان افضل الستاك هيبقى بكام، تمام يا شباب. بس احنا هنا ايه مش علينا بس غير ان احنا ايه ازاي نعمل بارامتر باسنج من المين للايه للسبروتين، ماشي. طبعا هنا الطريقه ديت تعتبر اسهل شويه، يعني مش اسهل، مرنه شويه عن الريجستر ايه ميثود، تمام. لان مش خلاص بقى هقعد بقى ايه ادور على الريجستر الفاضي واسجل فيه، لا انا خلاص كده هعمل بوش في الستاك ومانج من خلال الايه البيز بوينتر والريليتيف ادريسز دي، ماشي. بنقول بقى اول ريتن بروسيجر، يعني لو كتبت لو البروسيجر لو كتبتها بطريقه كويسه ماشي، موديفايز از ليتل از بوسيبل ذا ريجستر، ماشي. يبقى بتعدل في الريجستر او استخدامها للريجستر بيبقى اقل ايه ما يكون، تمام. ولو احتاجت يبقى لازم تعمل سيف للريجسترز ديت قبل ما تعمل ايه ابديت ليها، عشان طبعا ايه ما غيرش الحاله بتاعتها اللي كانت موجوده بيها في المين. طيب اللي احنا بقى ده الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه بقى اللي هو بريزيرفنج ايه ريجستر، الحفاظ على الايه على الريجستر. طيب نيد تو بريزيرف ذا ريجستر اكروس ا بروسيجر ايه كول، انا بحتاج دايما ان انا اعمل هنا ايه او في احتياج ان انا اسيف الريجسترز ديت قبل اي عمليه بروسيجر ايه كول، ماشي. هسجلها فين بقى؟ ستاك كان بي يوز تو بريزيرف ريجستر فاليو بسهوله جدا، يعني ممكن اسجلها في الستاك. وايه بقى الريجسترز اللي انا هقدر او محتاج ان انا اسيفها؟ ذوز ريجسترز ذات ار موديفايد باي ذا كولد بروسيجر بات ستيل يوزد باي ذا كولينج بروسيجر. اه ده كان جمله كبيره قوي، معناها ايه؟ اه معناها ان كل الريجسترز اللي انت هتحتاج تغير قيمتها في البروسيجر وفي نفس الوقت المين بروجرام محتاجها، المين كولينج بروسيجر يعني محتاجها بيستخدمها، تمام. يعني المين بروجرام بتاعك بيستخدم الاي اكس والبي اكس وحاطط فيهم قيم على طول وبيستخدمه، تمام. جيت في جزء من البرنامج بتاعك عملت الكول للبروسيجر والبروسيجر دي عايزه تستخدم الاي اكس والبي اكس، اه يبقى في الحاله ديت لازم اعمل لهم ايه بريزيرفنج، ابوش اعمل لهم بوشنج في الستاك وبعد كده ارجع تاني ارجعهم في قبل ما اعمل عمليه الايه الريتيرن. طب لو انا الاي اكس والبي اكس المين بروجرام ما بيحتاجهمش ما بيعتمدش عليهم، اه في الحاله ديت ممكن ما تسيفش، بس البرنامج لما يكبر الموضوع دوت متابعته هتبقى صعبه شويه، نتابع بقى ايه الريجسترز المين بروجرام بتاعي ما بيغيرهمش او بيغيرهم، عمليه صعبه، ماشي. فالافضل وده المتبع في
او الامن في عمليه البرمجه ان اي ريجستر هتستخدمه جوه البروسيجر سيفه. يعني طبعا زي ما قلنا هستخدمه، يعني ايه؟ هعمل له ابديت، تمام؟ سيفه قبل ما ايه، في مع بدايه البروسيجر، وقبل عمليه الريتين رجعه ايه، رجعه تاني. ماشي. طبعا لو العدد بتاع الريجستر دوت، يعني عشان كده هو اتاح لك لو العدد الريجستر بعد ما تعمل بوش لخمس او ستة ريجستر مع بوش 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 بوش، لا في امر عندك اسمه بوش اول، هيسيف ايه؟ كل الريجسترز اللي هم الثمانيه، ماشي، اللي احنا قلنا عنهم. طيب however it is better to save only needed a register. طبعا في البرمجه بقى لو انت يهمك قوي ان الكود ما يكبرش وان التايم بتاع الاكسكيوشن يقل، فسيف على قد الاستخدام وبس، ماشي. بس لو انت يهمك، لو خايف من ان انت يفلت منك حاجه والبرنامج يحصل فيه بج، لا اعمل سيفنج للايه، للاو، ماشي. مين بقى اللي يسيف الريجسترز، المين بروجرام ولا الكولينج ايه ولا السب روتين يعني، ماشي؟ انا ممكن اعمل سيف قبل الكول وهو فوق خالص، اعمل سيف للريجسترز اللي انا محتاجها، وبعد ما ارجع من الكول اعمل ايه، ريستور للريجسترز دي، تمام؟ او اخلي السب روتين هو اللي يعمل ايه، بريزيرف. يبقى اما كولينج بروسيجر سيف اند فريز ريجستر ذات ات يوزز، تمام؟ يبقى هتسيفها امتى؟ بيفور الكول، وهتعملها ريستور افتر الايه، الريتيرن. يا اما تخلي الكولد بروسيجر اللي هو السب روتين، ودي الطريقه الايه، الافضل فور موديولار كود، ماشي، هو اللي يسيف، ماشي. يعني كمثال مثلا هنا كومبيوت ذا سم اوف ان اري اوف انتجر، اس اي ده هيشاور على الاري، سي اكس ده عدد الايه، العناصر الاري، اي اكس ديت الايه، الريزلت. يبقى البارامتر باسنج هنا بالنسبه لي دي سب روتين، يبقى البارامتر هتتمرر لها من خلال الاس اي والسي اكس والاي اكس، يبقى دي طريقه الايه، الريجستر بارامتر باسنج اللي احنا خدناهم، قلنا يا اما ستاك يا اما ايه، يا اما ريجستر. هو هنا بيمرر البارامتر من خلال الايه، الريجستر. طب البرنامج ده بيعمل ايه؟ اه هو بيشاور على اري والنمبر اوف اري اليمنت موجود في السي اكس، واي اكس ده الريزلت. هو قال لك هو كومبيوت ذا سم اوف ان اري اوف ايه، انت هيجمع لك الاري، عناصر الاري دي كلها على بعضها، عدد على العناصر موجود في السي اكس، الادرس بتاع الاري في الاس اي، الريزلت متوقع انك ترجعها له في الايه، في الاي اكس. فالبرنامج ببساطه يبقى موف اي اكس وزيرو، ده السم المخزن اللي انت هتقعد تجمع عليه، اد اي اكس هو اندايركت اس اي، اجيب اول عنصر واحطه في الاي اكس، اجمعه على الاي اكس اللي هو الصفر، فيبقى ده ايه، اول ناتج. بعد كده هاكسس العنصر الثاني، الاري ديت اري اوف ايه، اوف انتجر اللي هي وورد يعني، ففي الحاله ديت هاد اس اي واي واثنين عشان اشاور العنصر اللي بعديه. لوب ال1 هكرر بقى الكلام دوت ايه، بعدد الايه، العناصر بتاعت الاري اللي هو موجود في الايه، في السي اكس، هجمع وازود البوينتر وارجع تاني اجمع وازود البوينتر لغايه ما اخلص عدد الايه، العناصر. طب ده السب روتين بتاعك، ماشي. ايه الريجسترز اللي استخدمها؟ اه هو استخدم اي اكس، واستخدم اس اي، واستخدم سي اكس، صح كده؟ دول استخدم الثلاثه دول. اه يبقى تعمل بوش للاي اكس، بوش للسي اكس، بوش للاس اي، وهنا تعمل بوب بطريقه ايه، عكسيه عشان ترجعهم بطريقه ايه، صحيح. بس لو لاحظت هنا، تمام، ان الاي اكس انت كده كده لازم ترجعه للمين بروجرام، يعني هو متوقع ان الاي اكس قيمته هتتغير، فبالتالي ملوش لازمه ان انا اعمل هنا سيفنج للاي اكس، تمام، لان كده كده اوريدي انت هترجع القيمه، ولا لو عملت سيفنج وريستور ما هي مش هينفع، لان كده هيبقى ايه، هترجع قيمه ثانيه غير مجموع الايه، غير اللي انت عملت ايه عليها الحسبه هنا، تمام. عشان كده احنا مش هنعمل بس غير بوش للاي اس اي وبوش للايه، للسي اكس. بعد اللوب بقى او قبل الريتيرن، اسف، اه هنعمل بوب، بس اخر واحد عملت له بوش هو اللي عملت له، هعمل له هنا ايه، بوب. يبقى هنعمل هنا بوب للسي اكس، وبعد كده بوب للايه، للاس اي. اه نو نيد تو سيف اي اكس، واي، ليه مش محتاج ان انا اسيف اي اكس؟ ده مش نو نيد بس، كمان ده كمان خطأ ان انا سيف اي اكس، ماشي. كمثال انا افترض مثلا دلوقتي الاي اكس جايالي فيها من المين بروجرام نفسه، جاي فيها خمسه، تمام، دخلت هنا سيفتها، يبقى سيفت خمسه، ماشي، حسبت المجموع هنا بتاع الاري طلع 150، جيت هنا قمت عامل هنا ايه، ريستور للاي اكس، هترجع بخمسه، مش يبقى ال 150 اللي انا كنت ناتج الجمع بتاع الاري وناتج مجموع الاري طار مني، بعد ما حسبته طار مني بعمليه البوب هنا، فمن الخطا اصلا ان انا اسيف مين؟ الاي اكس، لان اه هو ريجستر مستخدم، بس هو ريجستر
مستخدم جوه السب روتين، بس هو كمان ريجستر هرجع فيه القيمه، فما ينفعش ان انا اعمل فيه ايه الريزيرفنج او البريزيرفنج فيه الستيك. تمام، يبقى نو نيد تو سيف اي اكس. لا مش نو نيد، ده ايه ده نوت كوريكت تو سيف اي اكس، او ات از رونج تو سيف اي اكس. كده خلصنا الايه الشابتر دوت اللي هو كان متقسم عندنا لجزئين، اللي هي البروسيجر والران تايم ايه ستاك. في البروسيجر خدنا امر الكول وامر الايه الريتيرن، وازاي تعمل البارامتر باسنج وبريزيرفنج للايه للريجسترز اكروس ذا ايه الكولز. الران تايم ستاك بقى احنا خدنا فيه اللي هو خاصيته اللي هي اللاست ان فيرست ايه اوت، وان الجروس بتاعه زي ما شفنا اللي هو داون وورد ايه جروس، ده الامبلمنتيشن بقى بتاعه في 80 86. وخدنا الاوامر بتاعته اللي هي البوش والايه والبوب. وكده كده يبقى خلصنا الايه الشابتر ده بالحمد لله.